السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقة استعادة اصدار تحكم لعبة جي تي اي سان اندريس الى حالتها الاصلية او حالتها في وضع المصنع. مثلا انت رحت لأوبشنز، رحت كنترول، فرحت على الخيار هذا يعني ازرار التحكم هني، سويت يعني مثلا سويت ضغط على ازرار وغيرت كل شيء الاعدادات، مثل ما تشوفون حطيت مثلا غيرت هني ازرار على يعني خربطت او واجهك مشكله يعني ما قدرت انك تصلح الازرار فخبصت في الازرار. كيف تستعيد هذه الازرار الى وضع المصنع او وضع حالتها الاصليه؟ الطريقة جدا جدا سهل. كل ما عليك انك تروح تضغط على لوج اوت، تضغط على يس، اوكي. بعد ما تضغط على خروج من اللعبة، الحين افتح في ويندوز ديفندر او فايل ديفندر او اي ملف من على الجهاز، اوكي. بعد ما تفتح اي ملف على جهاز، روح لخيار ديكيمنتس، هذا مستندات، اضغط عليها. هني بتحصل جي تي اي سان اندريس يوزر فايل، اضغط عليها. هني بتحصل هذا الملف، شوفوا هذا الملف، هذا الملف احذفه، شوفوا حطه في سلة المحملات. اوكي، بعد ما تحذف هذا الملف خلاص، الحين كل ما عليك انك تشغل اللعبة وبتحصل ان الاعدادات او ازرار التحكم عاد من الجديد، يعني في وضع المصنع. حتى تتاكد، شوفوا الحين لاحظوا، الحين راح بفتحت لكم الاعدادات، راح بتحصل اعدادات في حالتها الاصليه او وضع المصنع. اوكي، نروح الاوبشنز، نروح على كنترول، الحين تروح على الثاني خيار، اول خيار. الحين الناس ما تشوفون تم استرجاع جميع ازرار التحكم. بهذا الطريقة تم استعادة اعدادات الى وضع المصنع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. وبس، مع السلامة يا شباب. طبعا اذا تريد تحمل هذا الجرافيك اللي انا حطيته، راح بتحصل في فيديوهات المصغرة في اخر الفيديو او في نهاية الفيديو، او بتحصله في كلمة اي في الزاوية. وبس، هذا المقطع، مع السلامة.